السيد موسى فكي محمد رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي. يا صاحب الفخامة السيد بوتين رئيس روسيا الفيدرالية. السيد أعزل الثماني رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي. سيداتي وسادتي أصحاب الفخامة والرئاسة، سيداتي وسادة الضيوف الكرام، ففي بداية الأمر بودي بأن أتوجه إليكم يا سيدي بوتين رئيسا لروسيا الفيدرالية وأشكركم على تنظيمكم لهذه الندوة ودعوتكم للاتحاد الإفريقي، وخاصة أيضا على حفاوتهم وحسن ذواتكم التي أبديتموها لنا حكومة وشعبا. ففي أكتوبر سنة 19 قد أقيمت القمة الإفريقية الروسية الأولى، والآن فالكثيرون قد حضروا القمة الثانية، فهذه القمة تعقد في ظروف المحيط العالمي المتقطب، ومما يؤثر فيه طبعا الحرب بين الدولتين الجارتين. فإنني أشير على هذه المسألة الملحة تبيانا لاهتمامنا بسيادة الدول و حرمة أراضيها وحسن الجوار وتسوية الأزمات من خلال المفاوضات والحلول الوسطى. هذه هي المبادئ التي توحي مواقف الاتحاد الإفريقي في ذلك النزاع الأخوي بين الأشقاء المؤثر سلبيا في العالم بأسره. على أساس العدل لابد من تسوية هذه النزاعات جميعا، كما أنه تقلقنا مسألة تصدير الحبوب، فالمبادرة الحبوبية لابد وأن تحسن العالم بأجمع وخاصة إفريقيا. يا صاحب الفخامة، ففي إطار هذه الندوة فالاتحاد الإفريقي إذ يتبع منطق سنة 1963 فيما يخص بالتعاون المتبادل، فإننا نختار إلى التعاون المتبادل ذات المنفعة للجميع. فبهذه الروح قد انعقدت القمة الروسية الأفريقية الأولى، حيث اتخذنا بيانا يشمل على إطار هذا التعاون، فآخذين بعين الاعتبار تأثير المحيط الاقتصادي بصدد الجائحة وعدم وجود النشاطات، فإنها لمحدودة، لذا فلابد من تقوية الشراكة والتعاون، فلابد من إقامة اللجنة المشتركة الرامية إلى الأبرارة القرارات المتخذة. وأيضا فيما يخص بتحقيق هذه الخطة لابد من الإسراع والتحديد لجعل هذه الشراكة ديناميكية لصالح المنفعة لشعوبنا، إنما لا سبيل إلى النسيان
لمعونة الاتحاد السوفيتي لنا في ما يخص لنضالاتنا ضد الاستعمار والتفرقة. فإفريقيا واسعة وأكثر من مليار إنسان يعيش فيها، فهناك الغابات والأنهار، فلنا طاقات ضخمة بخصوص العوامل الإنسانية والطبيعية، فإنها أيضا لسوق جبارة. السيد الرئيس، سيداتي، فمثلث السلام وأمن والتسمية إنما فهو شعار التعاون فيما بيننا، فيترتب علينا في هذا الإطار ضمان إحراز كافة مقاصدنا. ومن بين الأشياء الأخرى هناك صناعة توليد الطاقة والبناء التحتي والمواصلات والتكنولوجيات الرقمية والتجارة والأمن والسلام، وذلك سيسجل في البيان المشترك الذي سنتخذه إن شاء الله. فبطبيعة الحال من الضروري الاستفادة من كافة الطاقات المتوفرة في مجال الصحة والتعليم والتكنولوجيات لجعل هذه التغيرات الإيجابية ديناميكية. فلا بد من إتقان إدارة الأمور، ففي بهذا السبب لابد من إجراء الإصلاحات في مجال الأمن، مجلس الأمن، لإزالة عدم العدالة الخاصة بالأفارقة. سيداتي وسادتي، فيما هناك لابد من النتائج من أجل تقييم هذه الشراكة. وفيما يخص بالفعاليات في إطار هذه القمة، فلابد وأن يساعدنا في مقياس التعاون القائم فيما بيننا وتجاوز كافة الصعوبات التي نواجهها. فطبعا يستحيل تقييم التقدم الذي أحرز أثناء السنوات الأربعة، فهناك أشياء تقلقنا، إنما فنحن نثق بهذا التعاون، وذلك بسبب حضور الدول الإفريقية في هذه الندوة. فنحرص نسعى إلى الإحرازات الملموسة ولتجاوز كافة الصعوبات. وهذه الأفعال والتحقيقات وتحقيق جدول الأعمال القائم أمامنا، فالتعاون بين اتحادنا وروسيا الاتحادية له أهمية كبيرة. فالتوازن التجاري بين روسيا وإفريقيا إنما فهو محور، إنما فلا بد من تحسين بعض عناصرها، حيث التبادلات ما توصلت إلى أقصاها. فأما صناعة توليد الطاقة فلا بد من جعلها تتطور أكثر، ولا بد من تحقيق الأفعال الرامية إلى توليد المدخل الموحد، وبأن تشملنا الأمن الغذائي والتقي، والذي سيؤثر في تطور زراعتنا. وبهذا الصدد فنحن نحتاج إلى النشاطات الملموسة وأيضا التعاون الأمني المناهض للإرهاب، حيث لابد من اتخاذ البيان المشترك بهذا الصدد. يا صاحب
فخامة. فالخبرة التي توفرت عندي على هذا المنصب يسمح لي بأن أعبر عن رأي اتحادنا الإفريقي، وأيضا فيما يخص بنقاطنا المشتركة التي اتخذناها سوية، فلا بد من الاستفادة من مختلف العوامل في تحسين أحوالنا في إفريقيا. وشكرا.